أصدرت اتصالات بياناً تعتذر فيه لعملائها عن أي إزعاج قد لحق بهم جراء تأثر بعض خدماتها والتي تم إصلاحها أمس. وأكدت الشركة أنها تولي عملائها اهتماماً بالغاً وعميقاً باعتبارهم أحد أهم معايير نموها وتقدمها، وتعمل باستمرار على تحقيق أعلى معايير الجودة العالمية للخدمة المقدمة. وقالت اتصالات أنها ستقوم بمكافأة عملائها الذين تأثروا بهذا الخلل الفني.